السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. اعزائنا المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اتحبني. في الحلقات السابقه عرضنا حاله ام عماد اللي ابنها فارق الحياه وكان عليهم اقساط ومديونيه ومش عارفين يسددوها ازاي. تعالوا نطلع نشوف التقرير ده ونرجع لبعض تاني. ازيك يا ام عماد؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله، نشكر ربنا. انت كان مشكلتك موضوع الكمبيالات. احنا سددنا، روحنا سددنا لك الكمبيالات وجبنا لك ايصالات بالسداد، كل الكمبيالات اللي كانت موجوده عليكي وعلى ابنك. الحمد لله، نشكر ربنا ونشكرهم يا رب. ادي دي الايصالات بتاعه السداد كلها. شكرا يا ابونا. وبالنسبه كان في 2000 جنيه الخدام هناك في عندك هيدفعهم لك. ماشي، ربنا يحافظ عليك. ربنا يخليك. عندك اي طلبات تانية؟ يا رب يخليك. محتاجة اي حاجه؟ ما نتحرمش منك يا ابونا. ربنا يحافظ عليكي ويفرح قلبك. الله يخليك. ربنا يكون معاك. رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين، وشفنا عمل ربنا بيتمجد إزاي، وشفنا إن الكمبيالات اللي على أم عماد اتسددت، وحتى المبلغ اللي كانوا مستلفينه عشان يرجعوا التوك توك برضو رجع للناس أصحابه، وقدروا إن هم يعيشوا حياتهم طبيعية. أعزائنا المشاهدين، حصل في يوم من الأيام لغز حير الأطباء في مستشفى بتورونتو في كندا. لقوا ان العناية المركزة كل يوم سبت الساعة 12 الظهر واحد بيفارق الحياة، فاستغربوا. كل يوم سبت والساعة 12 الظهر بالدقيقة واحد بيفارق الحياة، فبقوا مستغربين جدا ومش عارفين ايه هو اللغز ده. فالاطباء قرروا ان هم يقعدوا يراقبوا أوضة العناية المركزة، وهم قاعدين بيراقبوا أوضة العناية المركزة لقوا إنسان هندي بينظف، عامل بيجي يشيل فيشة الإمداد بالتنفس للأوضة ويحط فيشة مكنسة عشان يكنس. القصة لكده انتهت، واحد بيشيل فيشة ويحط فيشة عشان يشتغل وملوش دعوة بالحياة. ايه هي؟ ايه معنى القصة دي؟ ساعات احنا كتير بنستهتر بحياتنا، بنستهتر بحياتنا، بنشيل برضو الفيشة، فيشة اللي تربطنا ما بيننا وما بين ابونا السماوي. ساعات في من ولادنا بيعيشوا باستهتار، واحد ممكن يقوله انت عايز تسهر، عايز تعمل بلغة العالم نعمل دماغ، طب خد حباية، طب خد سيجارة، طب تعال نشوف الدنيا فيها ايه. اقول لكم مش هطول عليكم، تعالوا نشوف الحالة اللي معانا ونرجع لبعض تاني. ازيك يا عم عبدالله؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منين يا عم عبدالله؟ بلد ولا المكان؟ حضرتك ساكن فين هنا؟ في امبابة. ساكن في امبابة؟ امبابة. فين في امبابة؟ البصراوي. البصراوي. حضرتك بتشتغل ايه؟ لا حاليا بالمعاش دلوقتي، كنت شغال في مصنع شرباجي. مصنع شرباجي؟ كنت شغال ايه؟ كنت شغال على مكنة قماش واعمال يدوية. عامل؟ كنت عامل. عامل عامل على مكنة قماش. فني رابع. فني رابع. فني رابع. يعني ايه فني رابع؟ حسب الترتيب الوظيفه بتاعتي، يعني الدرجه. الدرجه بتاعتك. حضرتك عندك كم سنه؟ 63. 63 سنه. مواليد 49. حضرتك متجوز؟ طبعا. عندك كم ولد؟
وكم ثلاث اولاد؟ ثلاث اولاد. بيشتغلوا؟ اثنين بيشتغلوا. اثنين بيشتغلوا. ويعني حياتهم ماشيه يعني. الحمد لله كويسين في بيتهم. متجوزين؟ متجوزين. امال اللي باقي ده بقى ايه حكايته؟ اسمه ايه؟ ده اسمه نادر. ماله نادر بقى؟ ده كان سنة 2006 2007 كده. بدأ يمشي في الإدمان وأنا ما كنتش أعرف. هو عنده كم سنة؟ هو مواليد 84 يعني حاجة عنده زي 84؟ زي 27 28 سنة كده. وبعدين بدأ يشرب، يدمن يشرب مع أصحابه أصحاب السوق دولت بانجو برشام وكده. ببص الاقي افاجئ بالليل الساعه 2 3 معظم اقوم اخش الحمام، كان في اوضه ثانيه قاعد فيها، وبص الاقي البتاع مليانه معبقه دخان. ايه يا ابني ده؟ قال لي ده سجارتين بس بيشموا مع بعض. استمر في الحكايه دي حوالي 3 4 سنين. قال لي يا ابني ده كده غلط. اقول له غلط نتخانق انا وهو. يقول لي اصحابه اللي قاعدين معاه سيبك منه، ده راجل مجنون، راجل مجنون. المواد ده ونمسك بعض وضرب وكده، ووصلنا للي احنا فيه ده حاليا. بعد كده بدا يبيع حاجات بقى. كان معايا تليفون محمول، خد بالاكراه مني، قال لي تديني 20 يعني 20 جنيه واحد بره واخد منه سجاير بيها، سجاير اللي هي البانجو يعني، لا اما التليفون ده اكسره. المهم وصلنا ان التليفون ما خدتوش، راح باعه. جيت بعد كده في 2007 كان قال لي بابا، لا قبل الموضوع ده كان قال لي بابا في تليفون حلو اسمه ان 95، ده عباره عن كمبيوتر اللي هو زي اللي معايا حاليا ده. ده يعتبر كمبيوتر وهيبقى في بيتنا ومعايا وبعضينا. بصيت لقيته ما فيش سنه عليه، راح باعه. بعد هو ده اول خيط بقى، راح باعه. يقول لك الشاشه اتكسرت وما ينفعش، وشاشته غاليه ب 1000 جنيه. طب فين يا ابني؟ ده جابه بالقسط يعني، لسه بدفع حقه حاليا دلوقتي لغايه شهر 5 اللي جاي ده، يا دوب حق التليفون ده يخلص. خد التليفون ببيعه عشان يشرب. خد التليفون باعه عشان يشرب بيه. عشان يشرب بيه. بعد كده سكتنا ماشي. بصيت لي كانت معايا فلوس بقى، كنت طالع من الشغل بقى وكان معايا قرشين شايلهم في البنك، باخد الارباح بتاعتهم امشي بيتي بيهم وامشي نفسي بيهم. تاني ورايا جيب ده. فتح قال لي افتح لي دكان عشان ابيع، اعمل فيه بتاع ده بلاي ستيشن، ده اللي هو زي بلاي ستيشن. اللي هو الالعاب والحاجات الالعاب. عايز 5000 عشان صاحبي اللي معايا، عايز معايا 5000 هنجيب بيه اجهزه وانا ساهم معاه ب 5000 جنيه ونجيب. بص رحت شفت المحل ده جايبينه بالايجار، وفي ترابيزات وفي كمبيوترات وهو كان معاه كمبيوتر اصلا في الوقت ده برضو، انا ساهمت فيه معاه. اديك كل يوم بقى 30 40 جنيه كل يوم، مشينا على الموالد 30 40 جنيه ديت هي مصدر لقمه عيش اهي. وانا هستفيد منه بال 5000 اللي مديهم له. بصيت لقيت الاجهزه اتباعت والمحل رجع لاصحابه والفلوس راحت، وقال لك المحل خسر معايا وزميلي اللي معايا ما بيشتغلش والمحل وقف على كده، ورجعنا المحل لاصحابه. طب جاب فلوسه فين؟ قال لي الفلوس ما عليا وعليك بقى راحت. وبدأنا بقى في المشاكل من كده. كان عندنا سرير ودلاف في الاوضه بتاعته الثانيه دي، خلانا بره وراح بيعهم. السرير جايبينه ب 150 جنيه، باعه ب 30 جنيه. دولاب جايبينه عند قرايب مراتي، دولاب ايديا صاك تقيل، راح باعه ب 10 جنيه. خلى الاوضه على اربع حيطان. كل ده عشان يجيب مخدرات. عشان يجيب مخدرات. بعد كده بصيت لقيت الوضع بتاعه اتدهور بقى. بدأ يعي ويعمل. رحت موديه فين؟ موديه للعجوزه دكتور نفساني، راح مديله علاج نفسيه، بقى خاف بقى كويس حلو وبقى كويس وبطل يشرب. بصيت بعد كده بقى ايه، راح بقى يطلع لاصحابه تاني بقى يشرب معاهم ويعمل كده، راح راجع زي ما كان اللي هو حاليا اللي احنا فيه دلوقتي ده. دلوقتي بقى يمسك عايز يبوظ الغساله جايبها بالقسط برضه، عايز يكسر البوتاجاز يجي رورانا بالانبوبه، مره جه رورانا بسطور بتاع البيت جابه مخزن لحمه لينا، جه رورانا ويجري ورا نسوان اخواته يعني بهدل البيت كله، ويفتح علينا الانبوبه اخواته يتخانقوا معاه عشان يبقى كويس معاه، ما فيش فايده. يمسك الانبوبه يضربهم بيها،
اخر حاجه كان يفتح الانبوبه الكبيره بتاع البوتاجاز، خلع الخرطوم منها وراح فتح انبوبه قال انا هدمر البيت. راح فتح الانبوبه طلع غاز. طبعا دي لو شمت ولا هتبوظ البيت كله باللي فيه اربع ادوار. وانقذتوه ازاي؟ نعم. وعملته ايه لما فتح الانبوبه؟ هديناه كده ورحت باخد انبوبه قافله ورحت اشيلها عند ابني فوق. لكن هو ما بيشربش دلوقتي؟ دلوقتي حاليا ما بيشربش. ليه؟ عشان عملوا حمله بساعه العيد الاضحى اللي فات بتاع الجماعه المسلمين دوت. عملوا حمله لموا الناس اللي بتبيع كلها، ما بقاش يشتري حاجه دلوقتي. بس عملت عنده تاثير جنان بقى، شعره كده بقى كثيف كبر بطريقه فظيعه، ودقنه اختلط مع شعره وحاجه فظيعه. ويكلمنا عايز 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 سجاير بالإيجار كده، لازم عايز سجاير، يقوم الساعه 3 الساعه 2 بالليل اجيب له سجاير. عايز ياكل اجيب، المهم ياكل، بس انا عايزه ينعز حاله. بصيت ليه بيعملنا بقسوه، ضربني بشلوت ده النهار في دراع، شلوت صد في ايده ودراع رجله هنا اهو، اثر على كتف مفصل كتف ده. حاليا مفصل كتف مفكوك مش عارف اعمل بيه حاجه. وبقى يضرب امه وشتمه شتيمه وحشه، وانا نفس الحكايه. مهددنا كلنا ومبرجل البيت كله. طب انت ايه طلباتك يا عم عبد الله؟ انا طلباتي عايز يروح مصحه. المصحه دي لانه قبل كده اتعالج بالعلاج بتاع المصحه ده، كانوا ناس جابينا اخوه من الكنيسه ودوه مصحه تبع الكنيسه مار جرجس اللي في مصر الجديده، وقعد هناك حوالي من شهر وعشرة ايام ورجع زي الفل وكويس. بصيت بعد كده راح. طب ليه ما يروحش المصحه دي تاني؟ لا حاولنا نوديه تاني ما رضوش ياخدوه، لانه راحوا بفلوس على حسابهم هم. بقى اللي اتوسط لي في الموضوع ده بقى يتهرب مني، افتح اتصل بالتليفون حاضر، واتصل بالتليفون تاني وقفل التليفون. يعني حضرتك دلوقتي عايز حد يوديه مصحه؟ ايوه. ويتبنى حالته. انت كمان يعني انت كمان ما عندك، انت حضرتك كمان ما عندكش امكانيات ماديه انك توديه المصحه؟ ما عنديش والله بالامانه، معايا ولا تعريف خيله. كان ورايا لما كان معايا بتاع 10 بتاع دي 5000 جنيه، هم اخر حاجه اللي خدهم في المحل اللي خدهم في البلاي ستيشن وراحت مني فلوس. دي طلباتك. انت مش محتاج حاجه تاني غير كده؟ لا بس انا عايزه يتعجز مصحه، يتعجز لحاله بس يتعالج. ويا ريت يعني لو يعني سيطروا عليه يشتغل يبقى احسن حاجه برضه. لما يتعالج اكيد هيشتغل. لكن مش هينفع يشتغل قبل ما يتعالج. لا فلازم يتعالج الاول. لا يا سيادتك لو شفته عامل زي انسان الغابه بالظبط، وشرس ويشتمنا بشتيمه مش عارف اقول لحضرتك الفاظها ايه اللي بقولها انا وامه، ويضربها بالشالوت. لسه النهارده الصبح في عايز اكل وراح مديها بالشالوت في رجلها، ورجلها تعبانه معانا بقى لها 45 سنه معايا، تعبت. الواد زاد الهم علينا ومجنن البيت كله، خلى عياله اخوه بيخافوا يبصوا فيه يقعدوا معانا شويه. ليك طلبات تانية يا عم عبد الله؟ لا الحمد لله على كده. هو موال كله ده عايز يتحجز مصحه بنقدر احنا نشم نفسنا. انا بنام على الارض حاليا، هو بنام على السرير، يروح مديني مغزى بالرجل يزقني وقعني ويخليني نايم كده، ومديني بالشلوت اقوم مخضوض من النوم. اليومين دول جاب لي ضغط عالي، كان 350 على 150، ما كتر ما انا بزعل وبحرق في نفسي مش عارف له حل. ما بيفرش كنب محروق، كان محروق ابوه كده ولع، يشرب السيجاره يرميها على الكنبه، يرميها على السرير مطرح ما نايم. اخد بالي الاقي دخانه طالعه وما اجيب ازازه الميه وكب عليها عشان تطفي، ولو ما خدتش بالي اخواته ينزلوا جري من فوق، في ايه دخان ريحه شياط، ينزلوا طفوا. مرتبه بايظه، الاخوه من كنيسه العذراء جنبينا هناك في امبابه جم لقوا المنظر، السرير صعب عليهم المنظر، السرير محروق والكنبه محرقه كلها محروقه. هيتفرش ثلاث مخدات مسارد الكنبه كده ورا بعضهم كده عشان اعرف انام، ومخده وانام عليها، هو نام على السرير لوحده. ينام امتى بقى؟ ينام بالنهار، بالليل ما بينامش، مجرد ما ينام الصبح لغايه الساعه 6 7 بالليل يروح صاحي بقى، بالواد ده كله يفضل صاحي بقى فيه لغايه الصبح، ما ينام تخطيف كده ويقوم.
يوم يخبط في البوتاجاز، يخبط في البوتاجاز، يخبط في الغساله عايز يكسر الغساله، يخبط في المواعين عايز يعمل اي برجله وبس. ماشي يا عم عبد الله، مالكش طلبات تاني يعني؟ خدمتك لينا دي تبقى دي مصحه. ماشي، عايز يروح مصحه عايز عربيه تاخده. حاضر يا عم. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائنا المشاهدين، وشفنا حاله نادر ابن عم عبد الله، وشفنا قد ايه هو انجر في طريق الادمان وانفصل روحيا ومعنويا ونفسيا وادبيا عن الحياه. احنا ممكن بننفصل عن الحياه برضو بس بخطايانا بطريقة مختلفة. عارفين أشعية 59 بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول هوذا أثمكم قد صارت فاصل بينكم وبين الله. يعني الفاصل ما بيننا وما بين ربنا هي خطايانا. نادر شاب وانغرز في طريق الإدمان، وأبوه 63 سنة راجل كبير في السن ومش عارف يعمل له حاجة، لدرجة ان هو ابتدى يبيع عفش البيت، مش الراجل ده نادر، عشان نادر عايز يعيش في الادمان. عشان كده كل طلب الاب ان حد ياخد نادر يحطه في مصحة يعالجه من الادمان اللي هو فيه. اللي يقدر يشارك نادر يحطه في مصحة، اللي يقدر يشارك الاسرة دي عشان نرجع شاب من الطريق اللي هو ماشي فيه لطريق ربنا ونديله الحياة عشان يكمل باقي حياته. ممكن يتواصل معنا من خلال أرقام التليفونات، من خلال الإيميل، من خلال أرقام الحسابات اللي هتظهر على الشاشة. بنشكر تعب محبتكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر اكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرته. للايداع لحساب برنامج اتحبني بنك القاهره بالجنيه المصري، حساب رقم 95-501-5893، بالدولار الأمريكي حساب رقم 95-601-371، بالجنيه الإسترليني حساب رقم 95-602-25، باليورو حساب رقم 95-605-111. Depositing account for Atuhibuni program, Bank du Caire, 26th of July branch or any other branch of Bank du Caire, in Egyptian pounds, account number 95/501/5893. In American dollars, account number 95/601/371. In sterling pounds, account number 95/602/25. In euros, account number 95/605/110. البنك الأهلي، فرع تريومف ومن جميع بنوك مصر وخارج مصر، بالجنيه المصري حساب رقم 129-0001-209065، بالدولار الأمريكي 129-0001-1111.
1-20-00-7-4-8 بالجنيه الاسترليني 1-29-00-2-11-20-00-5-1 باليورو حساب رقم 1-29-00-3-9-11-20-00-1-2-00-1-8-1. جميع مكاتب البريد المصري بجمهورية مصر العربية حساب رقم 0-1-0-0-1-1-3-0-0-1-3-0-9-1-8. للإيداع في بنك HSBC بالجنيه المصري حساب رقم 0-2-4-1-3-3-3-9-9-0-0-3 بالدولار الأمريكي حساب رقم 0-2-4-1-3-3-3-9-9-1-1-6 باليورو حساب رقم 0-2-4-1-3-3-3-9-9-1-1-7 بالجنيه الاسترليني حساب رقم 0-2-4-1-3-3-3-9-9-1-1-8. To make a deposit into the National Bank of Egypt, Triumph Branch or any other bank abroad, Egyptian Pound, account number 1-2-9-0-0-0-0-0-0-1-2-0-1-2-0-9-0-6-5. US dollar, account number 1-2-9-0-0-0-1-1-1-1-2-0-1-2-0-0-7-4-8. Pound sterling, account number 1-2-9-0-0-0-2-1-1-1-2-0-1-2-0-0-0-5-1. Euro, account number 1-2-9-0-0-3-9-1-1-1-2-0-1-2-0-0-1-8-1. To make a deposit into all the offices of the Egyptian Post Office, account number 0100-1130-0130-0-9-8-1-8. To make a deposit into HSBC Bank, Egyptian Pound, account number 024-1333-99-003. Euro, account number 024-1333-99-117. US dollar, account number 024-1333-99-116. Pound sterling, account number 024-1333-99-118.